تيموجن هاناني كونجلجيلو بوسندا تيمونجا تورديلا كامن تيري شيليلا طارت لي. سيد الخان، برجك ينبئك بأن لا تدع الأحصنة تتعرض للبرد، فذلك لن يناسبنا. سينجو بودر نخلي وتشوفارا سوري ترخلي هطرارا تشورو بروفا مندوفا تشورو شرينجا ترالالا ترالا. أرجوك سيدي، من الأفضل الالتزام بإخبار برجك. إذن عندما يتبخر الندى ستنطلق القوافل. حسناً. أرسلت قبيلة نايمن 30,000 قافلة لمحاربة تيموجن. جيش قبيلة كيلي مؤلف من 20,000 رجل، وجيش قبيلة كيان مؤلف من 20,000 رجل أيضا. وتقاتلت الجيوش الثلاثة في وادي بادليك. هل القائد سابوليهي هو من يقود القوافل؟ حضرة الأمير كوشولو، تفضل إلى داخل الخيمة. لا داعي لهذا، طلب مني أبي سون خان أن ألقي نظرة في الأرجاء. إذن هل سون خان يشعر بالقلق؟ أبدا، فالقائد سابوليهي هو أذكى وأشجع قائد في قبيلة نايمن. طلب مني أبي أن أساعدك فقط. حسنا، هذا هو توهيتوا قائد قبيلة مياركي، وهذا هو ابنه هودو. إنهما من ألد أعداء الخان الملك وتيموجن، يريدان أن يتكلما معك. تفضلا. خلال النهار هجم تيموجن والخان تولين مواقع قبيلة نايمان. احتل القائد سابوليه أراضي مهمة وصد الهجوم بشجاعة وهزم الأعداء. أعتقد أن تيموجن يجربنا. ستقع معركة شرسة. لا أصدق ما تقول، أنتما حقا خصما تيموجن وترتعباني عند ذكر اسمه. أبي، كيف يعقل أن يكون لدى سون خان ابن مماثل كهذا؟ قبيلة نايمن لا تطمئن أبدا، أشعر بأنهم سيقتلوننا بعد الانتهاء منا. أيام قبيلة نايمن معدودة، أنا وأنت سنموت. الخان لم يعد البطل، إن مصيرنا يتقرر عندما نعرف من المهزوم. ماذا قلت سموها؟ قلت إننا اليوم في الطليعة، لماذا أمر تيموجن بوقف القتال؟ ألا تعتقد أن ثمة أمرا مريبا؟ ماذا تعرف؟ سابوليهي هو قائد قدير في قبيلته، كيف يمكن مهاجمته دون أن نقدر قوته؟
وغاط في فخ تيموجين بسهولة لكي يربح الوقت. يبدو أنك لا تدرك أن تيموجين أرسل أحدهم للتفاوض مع سونخان. ماذا؟ أيعقل؟ مستحيل، تيموجين لن يفعل هذا. أؤكد لك، قبيلة نايمن هم أعداؤنا منذ زمن. إذا استطاع تيموجين أن يتغلب على سونخان ستستفيد أنت. قاتلنا سويا كثيرا، فلا يهم من يكون المستفيد الأكبر. لكنه إذا تحالف مع قبيلة نايمن وهزمك سيكون هو المستفيد. هل هذا الأمر يهمك؟ اسمع أبي، كلمات زاموها مهمة جدا. زاموها، اسمع يا بني، أنت وتيموجين أقسمتما 3 مرات أن تكون شقيقين متحالفين. لقد عرضته 10 مرات بينما عملك هو باحترام ومحبة، لكنك حتى الآن ما زلت يا بني تقسو عليه بشدة. أنا لست أفهم أمرا، لما أنت شرير هكذا بني؟ ألا تخشى عقاب الله؟ كما تريد. حسنا، لن أضيف شيئا. أبي. سيدي، أنا بالنسبة إليك مثل عصفور أبيض يعيش في شمال البلاد كل سنة من غير حركة، لكن أخي المحلف تيموجين هو كإوازة برية تطير جنوبا ولا تستقر في مكان واحد. توقف زموها، ماذا تقصد بذلك؟ إن استمراريتي أو عدم استمراريتي هو بين يديك يا سيدي. أول عقبة في طريق تيموجين وسيطرته على البلاد أنت، ففكر في الأمر جيدا لتعرف بمن عليك أن تثق. هيا. أيعقل هذا؟ أخي تولين، لا تصدق زموها مطلقا، ولا تثق بتيموجين أيضا. تيموجين هذا غير واضح مثل والده يسوغاي، فلتسترح نفس أخي الراحل بأمان وسلام. آمين. أبي، فلنتحالف مع قبيلة نايمن وندمر تيموجين. مستحيل، لا يمكن أن نفعل هذا. أعرف زاهي جامبو، هذا سيكون مخالفا لتعاليم الدين. ما العمل إذن أبي؟ أرى أن ننسحب من المعركة، سواء أراد تيموجين أن يتصالح مع نايمان أو أن يحاربها، لن نتدخل في ذلك. ماذا تقول؟ زاهي جامبو، أعلن أوامري فورا، لا ترفع مشاعل مضيئة، فلينسحب الجيش كله في الحال. حاضر. أيها الخان،